ثابته، وده بيبقى حاجه مهمه جدا جدا في بعد اجتماعي بتبص له دايما الدوله فيما يتعلق بمساله السولار. لكن المهم ده موضوع شويه احنا فهمناه قوي، لكن اللي احنا محتاجين نفهمه انه اسعار البترول الخام عالميا بترتفع. طيب ده بيبقى راجع لإيه وأسبابه إيه ويمكن حاجات نبقى احنا مش عارفينها قوي خلينا نعرفها. ونرحب بالمهندس أسامة كمال وزير بترول الأسبق. سيادة الوزير مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. أهلا بحضرتك. سيادة الوزير، إيه فكرة أسعار البترول الخام عالميا ترتفع؟ كلام كتير قوي على مستوى العالم كله. أسعار البترول البترول والغاز هم سلع. والغاز صحيح. البترول والغاز هم سلع تقريبا زي أي سلع في العالم. نعم. بيحصل عليها تهافت بتزيد شوية. نعم. بتنقص السوق بتزيد شوية. المنتجات اللي بتطلع منها بتبقى ذات قيمة عالية بتزيد شوية. وهكذا. نعم. يمكن أنا كنت بعت لكم كده لوحتين عليهم تطور أسعار البترول والغاز. نعم. خلال السنة اللي فاتت من شهر أكتوبر لغاية أكتوبر. ده على مستوى العالم. على مستوى العالم. نعم. هنلاحظ إيه في هذه السنة العجيبة. نعم. اللي حصلت بعد الأزمة الكبيرة بتاعت كورونا. نعم. في وسط أزمة كورونا، وفاكرة كنا عملنا مداخلة وقتها لما أسعار البترول نزلت بقت مثالي ب 37 دولار. صحيح. صحيح. وانت يوميا سألتوني قلت لي ايه الدنيا، ويعني ادفع 37 دولار عشان ابيع برميل بترول. صحيح. وكان وقتها قلنا ان الازمة كانت ازمة تخزين لان كان في معروض، وقلنا وقتها انه العالم بينتج يوميا ما بين 110 مليون برميل ل 115، انخفض وقتها الاستهلاك الى ما دون 70 مليون. نعم. وفي العادي بيبقى في حدود 95-100. فمع الانخفاض الشديد ده ابتدى يحصل يعني ضخ اضافي، اوفر سبلاي، يعني زياده في السوق. الزياده دي استدعت ان الناس اللي بتنتج ما تقدرش تفاق. عارفه بير البترول مش حنفيه اروح متك عليها قافل. صحيح. لا، ده بياخد اجراء. فبالتالي الناس اللي بتنتج والتعاقدات اللي شغاله بدات الناس تخزنها. أيوه. فلما بداوا يخزنوها على مدى شهر ونص شهرين بدا يحصل تخمه من البترول المخزن ومن المنتجات المخزنه، فبدت الاسعار تقل. تمام. فبقى اللي عنده برميل بترول وعايز يخزنه بيدفع عليه في اليوم دولار، فلما يجي يخزنه شهرين هيدفع عليه 60 دولار. لو دفع عليه 30 دولار حتى عشان يخلص منه ويبيعه لانه طول ما هو قاعد العداد بيعد عليه. فلهذا في هذا التوقيت الناس اللي كان عندها تخمه من المخزون بدات تتصرف فيه وتبيعه باي سعر حتى لو هيدفع عليه. لما نيجي نبص بقى على الجدول بتاع الاسعار من اكتوبر اللي فات لغايه اكتوبر اللي جاي ده، والاسباب ايه يهمني اعرفها من حضرتك ست الوزير؟ الاسباب انه مع اسباب ارتفاع النفط عالميا. الانخفاض ده كان حصل بسبب ايه؟ بسبب الركود الاقتصادي اللي حدث نتيجه حظر التجوال اللي حصل في العالم. كورونا. نعم. كل الاستهلاكات قلت، مفيش حركه. أيه. طيران، مفيش حركه عربيات. صحيح. صحيح. مفيش. الناس كانت خايفة حتى حركة البيع والشراء على المستوى البسيط. الناس حتى كانت خايفة تشغل التكييفات. صحيح. علشان ما تبقاش أوض مقفلة وتتلف. أيه. فهو ممكن يعدي الناس. كل الناس لجأت لأنها تعيش في أماكن مفتوحة تبعد عن المناطق الزحمة، وبالتالي ابتدى يحصل تقليل جامد في الاستهلاكات. المراكب شرحه، ابتدت المناطق اللي بتيجي منها السلع الكبيرة زي الصين وشرق آسيا نظرا لانها مناطق كانت يعني معديه بشده في هذا التوقيت. نعم. ابتدى يحصل خوف حتى من الحاجات اللي جايه من هناك. فمع الحركه ديت ابتدى يقل اسعار البترول ونزلت الى ما دون يعني لو بصيت على الشكل اللي موجود قدام حضرتك ده هتلاقيه كنا بنتكلم ما تحت ال 40 دولار. ايوه. الزياده بقى. ابتدى بقى ايه يحصل مع بدايه التطعيمات وبدايه التحدي في ان احنا مش هنعيش تحت وباء كورونا طول عمرنا ومش هنضلنا محبوسين. لازم تبقى في اجراءات احترازيه بتتعمل. ايوه. فبدات الاجراءات الاحترازيه والتطعيم ياخدوا نسبه اكبر في العالم كله، ابتدى الاقتصاد العالمي يتحرك. طب في دول في حاله الركود دي خسرت تريليونات. أيه. مش مليارات، تريليونات. نعم. الدول دي عايزه تحصل، عايزه تعمل ايه؟ عايزه تستعيد
تعوض اللي هي خسرته خسائر. عايزه تعوض اللي هي خسرته فبدا يحصل انتعاش اقتصادي، انتعاش في الانتاج، فحركه السوق العالمي ابتدى يحصل ضغط على ضغط على المصدر الرئيسي اللي هو للحياه في العالم الاقتصاد اللي هو البترول ومشتقاته الغازيه. يعني معنى كده وارد طبقا للظروف اللي حضرتك قلتها والعالم كله بيتجه الى التطعيم والفاكسين دلوقتي، العالم اصبح بيفتح مجاله الجوي وفكره الاغلاق اللي كان حاصل للعالم ده مش حاصل. ما حدش هيقدر يستحمل ده ولا اقتصاديات العالم. اقصد هل تتوقع زياده اكتر في اسعار النفط عالميا؟ الترند اللي ماشي قدامنا من الشكل ده بيقول ان احنا يعني لسه في شويه كمان زياده، شويه زياده على مستوى العالم، على مستوى العالم. ده الكلام ده مش شغال على البترول وبس، لو حضرتك بصيتي على الشكل الثاني اللي هو بشكل الغاز اسعار الغاز كانت لو بصيتي تحت خالص كده عند شهر مارس، ما بين مارس وابريل هتلاقيها بنتكلم اقل من 2.5 دولار. ايوه النهارده حضرتك بتتكلمي داخله على 6.5 دولار. يا فاحنا بنتكلم تقريبا ضعفين ونص. في حاجتين حصلوا، في زياده حصلت استهلاك الغاز نتيجه توجه بعض الدول انها تستخدمه كوقود للمراكب على اساس ان الوقود انظف شويه وارخص شويه. وفي الضغط بتاع الصناعات اللي احنا قلنا عليها من شويه، صناعات القيمه المضافه بتروكيماويات، ضغط على الغاز فابتدى يحصل ضغط على الصين. الصين بتشتري الغاز المسال بيوصل عندها الاسبوع اللي فات 24 دولار على المليون وحده حراريه من 8، يعني 3 اضعاف. الامونيا اللي كان سعرها في شهر مارس ابريل اللي فات 222 دولار بتتباع النهارده 670 دولار. الامونيا دي مدخل اساسي في صناعه الاسمده. فمتوقع مع زياده الاسعار بتاع الامونيا بهذا المنظر ان كل الصناعات الغذائيه اللي قايمه على الغذاء هتزيد وراها اسعارها. فهي زي ما احنا بنقول ان الطاقه الطاقه دي محرك اساسي للاقتصاد العالمي. صحيح. فانا اتخيل انه في شويه زياده كمان الفتره الجايه، يمكن على يوصل مستوى العالم، يمكن يوصل لغايه 85 90 دولار وبعدين يبتدي تهبط الاسعار تاني علشان تبقى حوالين معدلاتها الطبيعيه اللي هي 60 65 دولار. تمام، بشكرك ست الوزير، بشكرك شكرا جزيلا مهندس.